هي آلة شعبية معترف عليها مثل ما تقول عددنا هنا بال أكثر شيء يعني دول بلاد الشام والعراق، فيتغنى عليها. احنا عندنا بالرقة حصرا يتغنى عليها لون اسمه المولية، هاي خاص محافظة الرقة، المولية الرقاوية معروفة. الربابة يتغنى عليها أكثر من 5 6 ألوان، يتغنى عليها العتابة، يتغنى عليها سويحلي، يتغنى عليها النايل، يتغنى عليها المولية مولية الرقة، يتغنى عليها البسيط البدوي. فالقصيدة البدوي هذا ما في طابع خاص لهم من البدو أخذوا لهم، أما إحنا هنا في محافظة الرقة فن عليها مولية، هي المولية الأساسية عندنا بالرقة، فن عليها لقاحي نايل وعتابة ونايل.